أسعدتم أوقاتا مشاهدينا، وأهلا بكم إلى الحصاد الرياضي، يأتيكم من قناة بين سبورتس الإخبارية في قطر. أهلا نزار. مرحبا يا ريج، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الحصاد ونستهله بأبرز العناوين. الأرجنتينيان إيغوين وديبالا يقودان يوفنتوس وصيف بطل النسخة الماضية إلى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على توتنهام في عقر داره. مانشستر سيتي يلتحق بركب المتاهلين إلى ربع النهائي رغم خسارته على أرضه أمام بازل. ملعب سان سيرو على موعد مع صدام قوي بين ميلان وأرسنال في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. وكاشيما إنتنرز الياباني يعود فائزا من سيدني ويعزز صدارته المجموعة الثامنة من دوري أبطال آسيا، وقمة المجموعة السادسة بين شانغهاي وأولسن تنتهي بالتعادل الإيجابي. إذن بلغ يوفنتوس الدور ربع النهائي بعدما تدارك تعادله في الذهاب بالفوز على مستضيف توتنهام بهدفين لهدف. السيدة العجوز تدين بتأهلها للأرجنتينيين إيغوين وديبالا. وفاة أستوري ما تزال تعتصر دموع من كان قريبا. بعد دقيقة صمت على الراحل انتظر المتابعون 90 دقيقة لمعرفة المغادر إقصاء. آثر سون الإعلان عن نفسه مبكرا بتسديدة، لكن بوفون أغلق الزاوية كعيون المسدد الكوري. أما زاوية تسديد كين فأغلقها على نفسه بعد تجاوزه بوفون، كرته كانت من نصيب الشباك الخارجية. بعدها بدا الكوري دقيقا في طلبه وهو التسجيل، جرب برأسية استدعت من بوفون تشتيتها. أراد الكوري البرهنة على أن كل ممعن في طلبه سيحققه. سون تمكن من التسجيل مؤكدا أن تكرار المحاولة مثمر في الغالب. شوط أول انتهى وسيدة إيطاليا لامست باب المغادرة. عاد لاعب توتنهام من استراحة محملين بمنسوب مرتفع من آمال التأهل. جلس أليغري منتظرا لمصير فريقه. توالت الدقائق وبمرورها كان الإقصاء أمرا واقعا. الأرجنتيني إيغوين قلص الفجوة مع التأهل بهدف مخادع. النتيجة تعادلت، لكن التأهل كان منتظرا للمزيد، والذي لم يكن إلا هدفا من أرجنتيني آخر ديبالا أجلس السيدة العجوز على كرسي التأهل. انتفخ بوتشيتينو متحسرا من عقاب مواطنيه ديبالا وإيغوين. أراد سون التخفيف عن مدربه بتسديدة، لكنها جانبت القائم. بوتشيتينو حاله شابه الإقصاء، بل التأهل الذي ضاع، بل أصبح ضياعه مؤكدا. اقترب حلم توتنهام من العودة، لكن القائم اعتمد مقولة السيدات أولا ورفض تمديد المباراة. توتنهام مسك رأس التأهل في الشوط الأول، والسيدة العجوز أذاقتهم في الثاني شوط الإقصاء. الخبرة كانت حاسمة لتجاوز لحظات الانكسار. ينضم إلينا الآن في الاستوديو هيثم فاروق، محلل بقنوات بي إن سبورتس، للحديث عن المباريات التي تابعناها هذه الليلة. أهلا كابتن. أهلا بك أريج، وأهلا بنزار. مرحبا السادة المشاهدين. هدفان في تورينو، يوفنتوس متأخر بهدف، ثلاث دقائق قلبت وغيرت كل الأمور. هل يمكن القول هذه البطولة بالفعل تعترف بالخبرة فقط لغير؟ صحيح، بالفعل يعني أتفق معك تماما أريج. شخصية الفريق الكبير تظهر في مثل هذه المواقف، والفريق اللي بيقدر يلعب تحت ضغط هو من ينتصر. وقلت قبل كده وأعود أكرر أن تشامبيونز ليج مثلها مثل كأس العالم للكبار فقط، بمعنى أن الفريق صاحب الخبرة، الفريق اللي سبق له الفوز بالبطولة قبل كده، هو من يستطيع أن يفوز ويستمر في هذه البطولة. بعد التعادل في تورينو 2-2 الكل قال أن توتنهام هيصعد للدور التالي لا محالة، ولكن النهاردة بنشوف فريق اليوفي متأخر بهدف في الشوط الأول، ورغم أن كان لهم ضربة جزاء صحيحة لدوغلاس كوستا تغاضى عنها الحكم، إلا أن شخصية الفريق ظهرت في الشوط الثاني. ديبالا وإيغوين كانوا غايبين عن المباريات تقريباً 3 أسابيع نتيجة للإصابة. عاد ديبالا في مباراة لاتزيو وسجل هدف الفوز، وأنا توقعت بعد الفوز على لاتزيو في الأولمبيكو أن فريق اليوفي يتخطى عقبة توتنهام. ولما رشحت الحقيقة اليوفي أن هو يصعد من خلال مباراة استاد ويمبلي، ما كانش خلال عاطفة ولا من خلال توقع مجازاً، لكن كان بناء على خبرة الفريق. يمكن النهاردة كان في تفوق
في الشوط الأول من سون كوري الجنوبي على برزالي، ولكن أوروبا دارت النافعة إصابة مهدي بن عطية خلت أليجري يعمل تغيير ويدفع السويسري ليشتشتاينر ويدخل برزالي كقلب دفاع، وليشتشتاينر يصنع الهدف الأول لهيجوين بعد عرضية بعد نزوله مباشرة. بدون أدنى شك استحق اليوفي التأهل، حتى الكرة اللي كانت ارتدت من القائم الأيمن لمرمى بوفون رأسية هاري كين أنا في وجهة نظري كانت تسلل، ولكن الحقيقة دفاع اليوفي النهاردة سواء مهدي بن عطية قبل ما يخرج أو برزالي لما اتنقل كسيتر الباك أو كيليني عملوا جيم عالي جدا، بالإضافة إلى خبرة المقدمة جونزالو جوين في لقائين بتوع توتنهام سجل 3 أهداف أضاع ضرب الجزاء وصنع هدف النهاردة لديبالا، الخبرة انتصرت رغم أن فيه عناصر غايبة برضو عن اليوفي زي كوردادو زي مانزوكيتش، ولكن اليوفي استحق التأهل، ويكفي أن هو أكتر فريق خسر الفاينل في تاريخ أوروبا. صحيح. يعني عنده بطولتين ولكن خسر 7 نهائيات، لو كان كسبهم كان بقى في الترتيب بعد ريال مدريد عنده 9 بطولات. نعم. هيثم كيليني تحدث عن ديبالا خاصة بعد الفوز وهدفه الكبير والذي قد يكون حاسما ربما في سكوديتو، هدف أمام لاتسيو والذي قد يعيد اليوفي المقدمة. ديبالا عاد من جديد وأيضا في هذه المباراة وحمل هدف الفوز، يعني فريق يوفنتوس دائما أيضا ما بقي يبحث عن اللاعب الذي لديه اللمسة على غرار ميسي في برشلونة. يعني ديبالا الآن يقدم تلك ما غاب عن اليوفي صراحة في المواسم الماضية. فعلا صحيح، باولو ديبالا من اللعيبة اللي بتصنع الفارق، من اللعيبة اللي عندها مهارة عالية جدا، قدرته على صناعة الأهداف، قدرته على المراوغة، قدرته على تسجيل أهداف سواء من لعب مفتوح أو من ضربات حرة. شفنا أمام لاتسيو عمل إيه، وشفنا النهاردة كمان قدر يعمل إيه، وأنا شايف إن واحد من الموهوبين، وأعتقد إن هو ممكن ينافس على الكرة الذهبية في غضون سنوات قليلة بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو وميسي. قد يعود المنتخب الأرجنتيني أيضا. لابد إنه يعود المنتخب الأرجنتيني. كابتن هيثم، إذا سنواصل الحديث معك دائما في سهرة الأبطال، ابقى معنا دائما في هذا الحصاد. بمباراة أخرى مشاهدينا، بلغ مانشستر سيتي ربع النهائي رغم خسارته أمام بازل بهدف 2. نعم ريج، وذلك في ياب ثمن النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا ب4 أهداف دون رد. الحقيقة أن المانسيتي ينوي المضي بعيدا هذا الموسم في دوري الأبطال بعكس ما ظهر عليه في المواسم الماضية، والدليل هو حسم مباراة الذهاب في الأراضي السويسرية أمام بازل ب4 أهداف، نتيجة جعلت بيب غوارديولا واثقا من العبور إلى ربع النهائي. وكعادته باقت المانسيتي الخصم بهدف سريع في 8 عبر البرازيلي غابرييل جيسوس، بعد ذلك تعامل الكاي غوندوغان مع هذه الكرة باستهتار مفرطا في فرصة هدف ثان لفريقه. رد بازل كان فعالا هذه المرة عبر محمد اليونسي الذي لم يتردد في إسكان الكرة في شباك السيتيزنز معلنا عن هدف التعديل. الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه، فريق السيتيزنز يسيطر على مجريات اللعب وبازل يبحث عن المستحيل، إلى أن جاء دور ميشيل لانغ الذي سجل الهدف الثاني لبازل بطريقة رائعة محفزا رفاقه لفوز معنوي. السيتي يحاول التعديل عبر دياث، وبراعة الحارس تحكم على اللقاء أن ينتهي بفوز معنوي لبازل وبلوغ السيتي ثمن النهائي لاختبار ربما يكون أصعب من ذلك بكثير. نعود إلى كابتن هيثم فاروق الحديث عن هذه المباراة. الأمور كابتن كانت محسومة في بازل، رباعية كانت المهمة لبازل أشبه بالمستحيلة، وهذا ربما ما دفع بغوارديولا إلى إراحة عناصره الأساسية. خسارة هي الأولى منذ تقريبا سنة على ملعب الاتحاد، نوعا ما عكرت الأجواء أجواء الفرحة، لكن بالنهاية الأهم تحقق بالنسبة للمان سيتي. أكيد نتيجة المباراة الأولى أثرت على تشكيلة بيب غوارديولا، عنده مباريات أهم وكان ضمن الصعود إلى حد كبير جدا، ولكن تبقى الخسارة خسارة وهتكتب خسارة المان سيتي على ملعبه رغم الفوز في بازل بنتيجة 4-0. أنا شايف أن الحقيقة فرقت مع فريق مان سيتي أن هو يفوز برباعية في بازل، وعشان كده شفنا التشكيلة النهاردة فيها أكتر من عنصر بديل، فيها لعيبة صغيرة في السن على غرار فودن وعلى غرار دياز اللي اشترك في الشوط الثاني، لعيبة عندها 17 و18 سنة. وعلى الرغم من أن بازل الحقيقة بيمر بفترة غير جيدة، لأن بازل في الدوري السويسري محتكر البطولة آخر 8 مواسم، رغم أن هو يمكن مش
مش اكتر فريق فاز ببطوله الدوري السويسري اللي فاز بيها جراس هوبر، ولكن هذا الموسم متفوق عليه يانج بويز بفارق مريح. المدير الفني السويسري فيكي النهارده لعب مباراه بهدوء اعصاب لان التاهل مضمون بالنسبه لفريق مان سيتي، عشان كده قدر ان هو يعود في المباراه ويسجل هدف عن طريق المغربي النرويجي اليونسي، سجل هدف وصنع هدف، ولكن نتيجة لا تؤثر في تأهل فريق مانشستر سيتي ولا تفوقه الواضح هذا الموسم. بقي على بيب جوارديولا أن ينتظر القرعة يوم 16 مارس عشان يعرف من سيلتقي في الكوارتر فاينال. وأنا من وجهة نظري يعني زار ويأريج أن البطولة هتبدأ بدءا من الدور القادم، نعم. لان هيكون فيها الفرق القويه والفرق اللي سبق ليها الفوز ببطوله والفرق اصحاب الخبرات الكبيره. ليس من الضروري ان تكون متفوق في البطوله المحليه عشان تفوق اوروبيا، نعم. ليستر سيتي من موسمين كان مكتسح البريمير ليج، هذا الموسم والموسم الماضي اتخبط، نفس الشيء بالنسبه لتشيلسي الموسم الماضي. مانشستر سيتي متفوق محليا ولكن نعم. بطوله اوروبا لها مواصفات ولها تقاليد اخرى. لكن جوارديولا يقدم موسم استثنائي مع سيتي هذا الموسم، هل يمكن القول ربما ان الفريق قادر هذه المره فيه بذرة بطل تعتقد؟ محليا بدون شك، ولكن حتى على صعيد الاوروبي دوري الابطال اوروبيا اعتقد في فرق اقوى من مان سيتي اوروبيا، وزي ما قلت لك ان البطوله الاوروبيه تتطلب خبرات كبيره جدا لا تتوفر في مان سيتي حاليا. نعم، شكرا لك كابتن هيثم فاروق محلل فني قنوات بي ان سبورتس، حضور معنا في هذا الحلقه. شكرا. إذن خيبة أمل كبيرة خيمت على أنصار باريس سان جيرمان عقب خروج فريقهم على يد الريال مدريد في دوري الأبطال دائما. المزيد في تقرير مراسلنا نسيم طالبي من باريس. دخلوا إليه بأمل كبيرة وخرجوا منه يعتريهم الحزن والأسى لإقصاء مر صعب عليهم هضمه. هم أنصار باريس سان جيرمان الذين علقوا آمالا كبيرة على فريقهم لتجاوز عقبة الريال، فسقطت آمالهم بسقوط ناديهم في ملعبهم. هي خيبة أمل كبيرة لأننا لم نشعر قط أنه بإمكاننا هزمهم، كانوا الأفضل ببساطة. لم نكن حاضرين في المباراة ولم نجازف في الهجوم ولعبنا بصورة دفاعية خاصة، بعض اللاعبين لم يكونوا في المستوى. الحشد الجماهيري الباريسي الذي صاحب هذا الموعد المنتظر غادر حديقة الأمراء بأسف كبير على هذا الإقصاء المر. التعليلات تعددت حول أسباب هذه الخسارة التي وضعت حدا لأمال أوروبية باريسية طموحة. لعبنا بصورة محتسمة خاصة في الشوط الأول، وفي الثاني تلقينا هدفا بسبب تهاوننا في الدفاع، وعندما تتهاون في الدفاع أمام رونالدو تدفع الثمن مباشرة. زيدان المارسيلي فعلها إذن في باريس مدريديا، رسم على العاصمة الفرنسية حزنا مخيما، وهو الذي أفرحها برمتها فرنسيا قبل 20 عاما. هي إذن خيبة أمل كبيرة لدى أنصار باريس سان جيرمان الذين كانوا ينتظرون ثورة حقيقية في البارك دي برانس، انتهت بإقصاء مخيب. نسيم طلبي بين سبورتس باريس. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نفتح الآن ملف الدوري الأوروبي ومباريات ذهاب الدوري ثمن النهائي التي تتابعونها حصريا على قنوات بين سبورتس. يستقبل ميلان على ملعبه سان سيرو أرسنال في مباراة قوية لحساب ذهاب ثمن النهائي، مواجهة تتوفر فيها جميع عناصر الفرجة والإثارة وتحيط بها أجواء شبيهة بتلك التي تميز دوري الأبطال. المزيد في تقرير مراسلنا عبد المجيد السباوي. الميلان يستعد للمواجهة الأوروبية، مواجهة تدخل في منافسة الدوري الأوروبي لكنها بأجواء دوري الأبطال، فالخصم هو أرسنال الذي يعرفه جيدا المدرب غاتوزو عندما كان لاعبا للروسونيري. هي مباراة مهمة بأجواء جديدة بالنسبة لي، لكن بالنسبة لأرسن فهي عادية لأنه مدرب بتجربة كبيرة، فهو ومنذ سنوات طويلة جعل فريقه يلعب بطريقة سريعة وبتمرير الكرات ليطبق طريقة لعب أصبحت اليوم متبعة من طرف الجميع، لهذا أنا أحترمه. هي المواجهة التي ينتظرها غاتوزو ولاعبوه من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، فالفريق يعي جيداً أهمية المرحلة وقيمة هذه المباراة
على ما تبقى من الموسم. هي مباراة مهمة على مستوى الحماس، فهي مواجهة تحتاج إلى استعداد خاص، فعندما سننزل الميدان سنجد الملعب ممتلئا عن آخره. وفي هذه الأيام عندما دخلنا في التفكير في الأرسنال أصبحنا برغبة وحماس كبيرين. بحماسة كبيرة أجرى ميلان غاتوزو حصة تدريبية بمركزه الميلانيلو، في وقت قرر في الأرسنال إجراء حصته بلندن قبل السفر إلى ميلانو. المران الأخير قبل مواجهة الروسونيري كان بمركز أرسنال ترينينج سنتر بلندن، فأرسن فينجر يعي جيدا أن المباراة ستكون صعبة، فهو يعرف جيدا الميلان ومدربه غاتوزو. حاليا الأرسنال يعيش وضعا صعبا، واليوم لدينا فرصة لإظهار المميزات والقدرات التي نتوفر عليها، وأثناء المباراة سنرى إن كانت لدينا القدرة على استخراج هذه الأمور. فحتى لاعبو أرسنال واعون بقيمة وصعوبة المواجهة، ويعرفون أن كسب ورقة التأهل إلى الدور الموالي ينطلق من ملعب سانسيرو. يجب أن نكون متماسكين ومتحدين، لدينا الإمكانيات لنصعب الأمور على الميلان، ولهذا يجب أن نركز على الأمور المتعلقة بهذه المباراة وليس على الأمور الخارجة عنها حتى نبقى بتركيز أكبر. عبد المجيد السباوي، بي إن سبورتس، ميلانو. ويواجه أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا متروبوليتانو نظيره لوكوموتيف موسكو. نعم، كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تبحث عن العودة إلى تحقيق الانتصارات بعد أن انقادت لخسارة في سباق الدوري ضد المتصدر برشلونة. سيكون دوره كبيرا في هذه المباراة للخط الهجومي الذي من المنتظر أن يقوده كل من دييغو كوستا وأنطوان غريزمان. أما الفريق الروسي فسيحاول التسجيل في هذه المواجهة لتدعيم ذلك إيابا. وفي مباراة أخرى يستقبل لاتسيو ضيفه دينامو كييف في مباراة الذهاب. الفريق الإيطالي يسعى إلى تقريب الخطى من التأهل عبر تحقيق فوز كبير على ميدانه وأمام جماهيره، وقد حذر سيموني إنزاغي لاعبيه من الفريق الأوكراني الذي يملك خبرة كبيرة في الدوري الأوروبي، خاصة أنه لعب بهذه المسابقة في السنوات الأخيرة. وفي مباراة أخرى يواجه بروسيا دورتموند ضيفه سالزبورغ. نعم، فعلى ملعبه زيغنا لدونا بارك يسعى النادي الألماني لتحقيق نتيجة إيجابية تجعل مهمته أسهل في مواجهة الإياب بالنمسا من أجل الذهاب بعيدا في المسابقة الأوروبية. وفي ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي دائما يستضيف لايبسيش الألماني فريق زينت سان بيترسبورغ الروسي على ملعب ريد بول أرينا. لايبسيش سيدخل اللقاء بمعنويات كبيرة، خاصة بعدما نجح في إقصاء نابولي الإيطالي من دور 32. ويأمل الفريق الألماني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في هذه المسابقة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في لقائه أمام الضيف الروسي. من جهته يسعى زينت الذي نال اللقب عام 2008 إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، وسيغيب عن صفوف فريق المدرب روبرتو مانشيني لاعب الوسط المؤثر الأرجنتيني ليوناردو باريديس. وفي مباراة أخرى يستقبل مارسيليا أتلتيك بلباو في الفيلودروم، ويخوض الفريق المتوسطي المواجهة في غياب اليوناني كونستانتينوس ميتروغلو بداعي الإصابة، ويأمل الفريقان في جعل مشاركتهما الأوروبية فرصة لطي صفحة النتائج المتواضعة في الدوريين المحليين مؤخرا. والتقى الفريقان في دور 32 من المسابقة قبل موسمين، حيث تمكن بلباو من الفوز في الفيلودروم وتعادل على أرضه إيابا. فاز مارسيليا هذا الموسم بخمس من المباريات الأوروبية الست التي خاضها على ملعبه وتعادل في واحدة. نحن الآن تقريبا في الوضعية نفسها قبل مواجهتنا لبراغا، هدفنا هو الفوز على أرضنا، هناك مباراتان ويجب أن نتحلى بالذكاء. المواجهة لن تنتهي بمباراة الفيلودروم، سنلعب أيضا في بلباو، يجب أن نفوز بالمباراة الأولى دون أن نتلقى أي هدف.
أتلتيك بلباو فريق رائع، لاعبهم مبني على فنيات نوعية وعلى تمريرات ناجحة، لديهم لاعبون ممتازون كأريث أدوريث، مهاجمهم الأول دائما في الموعد ويسجل أهدافا، فريق يتمتع بسرعة في تنفيذ الهجمات. ويحل اليوم ضيفا على سياسكا موسكو منقوصا من خدمات نجمه نبيل فقير. وأشارت تقارير عالمية فرنسية إلى أن إصابة فقير في الركبة منذ المباراة التي خاضها ضد سانت إتيان في الدوري المحلي ستكون عائقا أمام برونو جينيزو على اللعب في مواجهة سياسكا التي تعد الأولى بين الفريقين. ليستر سيتي عدم صحة منشور وضع لساعات على صفحة نجم الجزائري رياض محرز على موقع فيسبوك أعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم. نعم، وورد في المنشور الذي ظهر على صفحة محرز الرسمية مساء الثلاثاء أن الدولية الجزائرية قرر بعد استشارة الأطباء البقاء بعيدا عن كرة القدم. وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس بريس أن المنشور لم يكن أصليا وأنه تم التواصل مع إدارة الموقع لحذفه. كما أكد التقارير الصحفية اختراق حساب النجم الجزائري الذي أبدى استغرابه مما حدث. ابتعد وولفرهامبتون أكثر في صدارة دور الدرجة الأولى الإنجليزي بفوز بثلاثية على مضيف ليدز يونايتد لحساب الجولة 36. نعم، ضيوف بدروا بافتتاح النتيجة في الدقيقة 28 عن طريق روما سايس، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل نجح ويلي بولي في توقيع الهدف الثاني. المتصدر زاد من ضغطه الهجومي ليسفر عن هدف ثالث في الدقيقة 74 عن طريق بينيك أفوبي. عزز كاشيما أنتلرز الياباني صدارته لترتيب المجموعة الثامنة من دوري أبطال آسيا بتحقيق فوز ثامن خارج الميدان على سيدني أفسي الأسترالي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة. أما الهدف الأول جاء عن طريق في الدقيقة 40 من المباراة بواسطة المهاجم شوما دوي قبل أن يضيف زميله ناوميتشي يويدا هدفا ثانيا قبل 3 دقائق من نهاية المباراة. وفي المجموعة الثامنة تعادل سون بلو وينجز الكوري الجنوبي مع ضيف شينغهاي شينهوا الصيني بهدف لمثله. ليكي جي افتتح التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 47، وأدرك جيوفاني مورينو التعادل للضيف الصيني عند الدقيقة 71 من علامة الجزاء. في المجموعة السادسة تعادل شانغهاي الصيني مع ضيف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما. نعم، ريتشارد وونت بيتشلر منح الضيوف تقدم في الدقيقة 37، لكن البرازيلي أوسكار لم ينتظر سوى دقيقة واحدة ليدرك التعادل لأصحاب الأرض قبل أن يرجح كيم إن سونغ كفة الفريق الكوري بهدف ثان في الدقيقة 68. إلا أن البرازيلي أوسكار لم يمهله طويلا حيث عاد المباراة إلى نقطة التعادل بعدها بدقيقتين فقط ليكتفي كل فريق بنقطة. وعن المجموعة السادسة فرط كاواساكي فرونتال الياباني في الفوز وتعادل في الوقت القاتل على أرضه مع ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدفين لمثلهما. إلسون فريرا وضع أصحاب الأرض في المقدمة بهدف أول عند الدقيقة 28 قبل أن ينجح بيسارت بريشا في تعديل النتيجة لملبورن في الدقيقة 36، وعند الدقيقة 55 تقدم الفريق الياباني بهدف ثان حمل بصمة كيوهي نوبوريزاتو قبل أن يتمكن الضيوف من انتزاع نقطة التعادل بتوقيع هدف ثان في الأنفاس الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء ترجمها ليروي جورج بنجاح. في كأس الاتحاد الآسيوي تغلب بالي يونايتد الأندونيسي على ضيفه تان هوا الفيتنامي ب3 أهداف لهدف لحساب الجولة الثالثة من مباراة على المجموعة السابعة. ريو تارو كاروبي افتتح التسجيل لمصلحة تان هوا الفيتنامي في دقيقة 30 قبل أن يتمكن يابسروني مالاي فاني من إدراك التعادل لفريق بالي الأندونيسي في دقيقة 66. وحملت الدقيقة 72 الهدف الثانية لأصحاب الأرض بإمضاء البرازيلي ديمرسون، بينما رفع ستيفانو ليليبالي من حصة بالي يونايتد التهديفية عندما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 75.
في ذهاب دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا حقق الوداد البيضاوي حامل اللقب فوزا كبيرا على ضيف ويليامز فيل أتلتيك بسبعة أهداف مقابل 2، فيما فاز الدفاع الحسن الجديد المغربي على ضيف فيتا كلوب الكونغولي بهدف وحيد. وتعادل الترجي الرياضي التونسي سلبا مع مضيفي غورماهي الكيني، بينما مني الهلال السوداني بالخسارة أمام مضيفي توغبور توغولي بهدفين دون رد. من جهتها سقط وفاق سطيف الجزائري بميدان أدوانا ستارز الغني بهدف وحيد، وانهزم مولودية الجزائر أمام ماونتن أوف فاير النيجيري بهدف لاثنين. وفي ذهاب دور الاثنين والثلاثين من كأس الاتحاد الأفريقي مني الزمالك المصري بالخسارة بهدف لاثنين أمام مضيفه وليتا ديتشا الإثيوبي. وعاد اتحاد العاصمة الجزائري بنقطة من ميدان مانيما الكونغولي بتعادلهما بهدفين مثلهما، فيما تعادل هلال بيض السوداني مع مضيفه أولمبيك ستار البوروندي من دون أهداف. أما اتحاد بنغردان التونسي فانقاد لخسارة كبيرة بثلاثية من مضيفه كارا برازافيل الكونغولي. هذا وتعادل النادي المصري بهدفين لمثلهما مع مستضيفه سيمبا التنزاني، ونجح الاتحاد الليبي في تحقيق الفوز بهدف على أكوا يونايتد النيجيري. هذا الحصاد أهلا بكم من جديد. في ختام ملتقى الاتحاد الأفريقي للكرة النسائية، أكد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي على أهمية دعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026، كما نوه بدعم المغرب للكاميرون الذي يواجه مشاكل عديدة في تجهيز بنيته التحتية لكأس أمم إفريقيا 2019. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا ياسين معرش. قبل سنتين انطلقت حقبة جديدة للاتحاد الإفريقي، سنة أولى لأحمد على رأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. مناظرة الكرة النسائية تأتي في موعد مهم، والمغرب يدخل غمار منافسة قوية للفوز بشرف تنظيم مونديال 2026. أحمد يجدد دعم القارة السمراء للمغرب للفوز بشرف التنظيم. حتى نكون واقعيين، دول إفريقية قليلة بإمكانها تنظيم بطولة العالم بنظامها الموسع الجديد، ولكن المغرب لديه هذه الإمكانية، وليس هناك أحد بإمكانه أن يناقش هذا الأمر. أحمد من جانبه سعيد بدعم المغرب للكاميرون، ليؤكد أنه لم تكن لديه نية البحث عن بلد بديل رغم التقارير التي تؤكد تأخر الأشغال في البلد المستضيف. الهدف الأساسي للاتحاد الإفريقي اليوم هو كيف بإمكاننا أن ننظم بطولة إفريقيا في الكاميرون العام القادم. هذا هو الهدف. في حال تواصلت الأمور على نفس الحال هذا أمر آخر، ولكن لم يكن لدينا أي بلد بديل ولم نتحدث عن ذلك في السابق. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الداعم الأول للمغرب في سباق التنظيم يدخل مرحلة هامة وحساسة، دعم لا يلقى الصدى الإيجابي من الاتحاد الدولي، ورغبة واضحة لمواصلة العمل على تطوير الكرة في إفريقيا. أحمد يجدد دعمه للترشيح المغربي الإفريقي لتنظيم المونديال. رئيس الاتحاد الإفريقي يطمح لمواصلة العمل لتأهيل الكرة الإفريقية والتي لا زالت تعاني الشيء الكثير. سيما عرش بين سبورتس مراكش. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين واصل هيوستن انتصاراته بفوز هو السادس عشر